النهارده الساعة 11 بتوقيت الإمارات، 10 بتوقيت القاهرة، مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. الترجي يستضيف النادي الأهلي في ملعب حماد العقربي. 65,000 70,000 هيكونوا موجودين في الاستاد. الجمهور التونسي الجميل، الجمهور التونسي العظيم، احلى جمهور الترجي دوله. برشا برشا يا مدلل، برشا برشا، وانا من المحبين وهفضل اقول محبين الجمهور التونسي جدا جدا جدا، والجمهور المغربي والجمهور الجزائري، الناس كلها على راسنا من فوق، واحنا محبين للناس. وعايز اقول على حاجه، الكوره ما تخسرناش بعض، اللي يكسب نقول له مبروك، واللي يخسر نقول له ايه هارد لك. فنتمنى المباراه تبقى حلوه. النهارده هنتكلم عن فريق الترجي. الترجي يا جماعه في الفتره الاخيره، لا الترجي شخصيه، الترجي رجعت كلمه دوله. الترجي لما بيوصل النهائي بيضيف للنهائي حلاوه. اسم الترجي لوحده يرعب، يخليك تعمل الف حساب. اي نعم الاهلي فرقه كبيره، فرقه عندها نجوم، فرقه منتخب مصر، فرقه ما بتخافش، فرقه بتلعب متعوده انها تلعب النهائيات بره جوه، وطبعا اكتر فرقه فايزه بالبطوله واكتر فرقه لعبت في النهائيات. يعني الاهلي اسم كبير، لكن يظل الترجي ايضا اسم كبير بلعيبته. النهارده طبعا هنشوف كاردوسو محضر ايه. الاهم انا بقول اهو قوه الترجي في ثباته وشخصيته وكرته العاليه والتكتيك اللي عند كاردوسو. هل هينفذ لعبه؟ هيفرض اسلوبه على النادي الاهلي. ده اهم حاجه، انك انت تفرض اسلوبك. اذا انت فرضت اسلوبك تعرف ان انت كسبان، اما اذا الفرقه الثانيه منعتك من انك انت تفرض اسلوبك فطبعا ده بيخليك تخسر. انا بقول ان الترجي التونسي لا، فرقه تقيله، فرقه منظمه جدا. الفرقه اللي توصل نهائي افريقيا وتخسر صن داونز وتكسب صن داونز في المباراتين في الذهاب والاياب تعرف ان هي فرقه كبيره وفرقه لا يستهان بها. فالترجي اسم كبير. الترجي طبعا بتشكيله اللي احنا معتادين عليه، يمكن بيلعب 4-1-4-1، كان بيلعب بمحمد طبعا امان الله من ميش، الحارس القوي جدا، الحارس اللي ما شاء الله نمسك الخشب، حارس عظيم جدا يا جماعه، مستقبل كبير جدا. وده من قوه الترجي التونسي، حارس يديك ثقه زي ما هناك مصطفى شبير. لكن ان عندك امام الله من ميش الحارس العظيم، عندك محمد بن علي، عندك ياسين مرياح، اللعيب انا بقول لعيب كويس جدا وتكتيك عالي جدا، لكن يبقى بطيء جدا على السرعات اللي عند لعيبه الاهلي ياسين مرياح، لان لعيبه الاهلي بتلعب من عمق. فالنهارده الملعب هيبقى فيه مشكله ما بين ياسين مرياح ومحمد تجاي. محمد تجاي يا جماعه وياسين مرياح عمق دفاعات الترجي، فرقه حلوه، لكن لو اعطت السرعات المساحات للعيبه النادي الاهلي، سواء حسين الشحات، سواء بيرسيتاو اللعيبه، او رضا سليم اللعيبه اللي بتخترق من العمق، هيبقى فيه مشكله كبيره جدا. ياسين مرياح ومحمد علي لعيبه تكتيكيين حلوين جدا، لكن انا بقول برده في نسبه بطء عندهم، وده اللي ممكن يسبب للترجي مشكله من العمق النهارده. هل هيبقى في ضغط عالي عشان ما نسمحش للاهلي انه يضغط وانه يستحوذ؟ هل هنقفل الترجي النهارده؟ هيقفل المساحات على النادي الاهلي؟ هل الترجي فطبعا العمق الدفاعات الترجي ممكن يسبب مشكله جدا اذا اهوله ما ضغطش، اذا في استحواذ، اذا تركت المساحه للنادي الاهلي. هل الترجي النهارده هيسيب الكوره للنادي الاهلي ويعتمد على الكرات المرتده؟ وده شيء برده مش وحش، انك انت كل ماتش له طريقه وله اسلوب. الاهلي من الفرق اللي بتلعب على المساحات، لو انت فضلت لها مساحات هتبقى مشكله جدا، فلازم تقفل المساحات، لازم حد يطلع يقابل علي معلول قدام. هنشوف محمد بن علي، هنشوف ينساس هيترمي على علي معلول ولا لا، لان علي معلول ينساس لو لعب عليه هيتعبه انه ما يزيدش. محمد بن علي في عندك هيلعب قدام حسين الشحات، لازم تبقى في مواجهات اجنحه توقف بعضها، هيبقى غشه وبن حميده، محمد هاني هيلعب في اليمين تاو، لازم يكون في تقفيل على الجهتين دول، لازم تقفلهم، لان الجناحات دي هي مصدر قوه النادي الاهلي. سواء في الشمال هيبقى حسين الشحات مع علي معلول اذا كان بيطلع معاه، لو في مساحات بيطلع، لكن انا بقول النهارده اذا كاردوسو محضر كويس هيرمي ينساسي على علي معلول بحيث انه يقفله خالص انه ما يزيدش ويحاول يلعب وراه. نفس القصه، يحاول يوقف حسين الشحات، يرمي علي محمد بن علي يحاول يقابله ما يدولوش مساحات من اول الكوره. طبعا نص الملعب هيبقى فيه مشكله كبيره جدا، لان نص الملعب يمتاز بالقوه البدنيه والتكتيكيه والاستحواذ. عندهم طبعا اكرم توفيق، في عندك امام عاشور، عندك كمان يا جماعه مين قلنا، عندك مروان عطيه، هيبقى عندك اهولو والشعلاني وغشه،
طبعا تشكيل النادي الترجي، الترجي فرقه انا بقول كبيره جدا، وعنده رودريجيز راس حربه من انصاف الفرص، تحس انه طريق طارق كده لكن بيخطف مهاجم قوي جدا، وبيتبادل عنده تبادل المراكز مع طبعا ينساسي، ينساسي ساعات بيبقى راس حربه، ساعات رودريجيز يروح اليمين، ساعات في الشمال مع غشه، غشه بيضم للداخل، ففي تكتيك بيعملوه. وطبعا انا بقول الكرات الثابته والكرات العرضيه هتسبب مشاكل كبيره جدا للاهلي، فانا بقول قوه النادي الترجي ثباته، تكتيكه العالي، كاردوس وخطته اللي هيلعب بيها النهارده، عنده اتنين بيخلصوا جدا في الشكل الهجومي، رودريجيز ويانساسي. رودريجيز بيلعب من عمق حلو قوي ومن انصاف الفرص، اي عرضيه بيسبق، وانا بقول دفاع الاهلي مشكله ما بين محمد عبد المنعم وعند رامي ربيعه، فالمباراه تكتيكيا هنا متاحه وهنا متاحه، انا بقول 50-50، انا ما بقولش الاهلي يكسب او الترجي يكسب، المباراه ما بين الاثنين في الملعب. الترجي انا بقول قوته، قلنا التحولات، ثقته، الارتداد السريع، هل هيستغل مساحات النادي الاهلي ولا لا، اللي هيفرض اسلوبه وهيفرض شخصيته وهيحترم خصمه وما يخافش هو اللي بيفوز في المباراه. وعلى فكره المباراه النهارده دي بتشكل 80% من نتيجه العوده، اللي هيخلصها النهارده بنتيجه حلوه هيرتاح في المباراه الاخيره وهيفوز. المباراه طلعت النهارده نتيجه ايجابيه للاهلي، المباراه النهائيه مع الاهلي، النتيجه طلعت النهارده ايجابيه للترجي، يبقى المباراه النهائيه ترجي. المباراه النهارده صعبه جدا، فرقتين، الترجي كاردوسو محضر ايه؟ هيلعب على المرتدات، هيدي الكره للنادي الاهلي ويلعب على المرتدات، هيقفل المساحات، هيرمي اتنين، وانا بقول اهو انا لو مكنت كاردوسو بلعب كره صح اوقف علي معلول، ارمي ينساس على علي معلول ما يزيدش، اكيد انا وقفته. محمد بن علي يترمي على حسين الشحات من قبل ما يستلم، خلاص كده انت الجبهه دي، الجبهه دي والجبهه دي وقفتهم، لان الخطوره عند النادي الاهلي، عند حسين الشحات، تاو، دول اكتر اتنين بيضموا للداخل مشكله، وتمريرات علي معلول لما بيزيد، خش من عمق طبعا امام عاشور، دي المشكله، حط بالكم وحط دايما الاسامي دي، امام عاشور، حسين الشحات، تاو، علي معلول وتمريراته، ده دايما. وطبعا اسامه ابو علي اللي هيكون فرود شرس جدا ومتعب جدا للترجي. المباراه قويه جدا، المباراه في الملعب، قول لي رايك في التعليقات، المباراه هتخلص كام النهارده، توقعاتكم لذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا بين الترجي التونسي والاهلي المصري، اشقاء وحبايب، والكره ما تخسرناش من بعض.